كانش حد عنده فكره ان الموسم قرب وكده، يعني ان الاحداث كانت شغله الجميع وما كانش في حد واخد باله من الموسم، ما كانش حد فرحان. بعد ما حصل ان الرئيس تنحى ومشي وكده والامور استقرت، بدات الناس تعرف في الشارع ان في مولد النبي وبدا الاقبال يزيد. بيع السنه دي نسبه 70% عن السنه اللي فاتت عامه، يعني اي الناس بتشتري برضه، يعني الظروف اللي حصلت الايام اللي حصلت دي خسرت ناس كتير، بيشتري ب 100 جنيه مثلا بيشتري ب 70 بيشتري ب 60، بيقل طبعا عن السنه اللي فاتت. بالنسبه للحاجه اسعارها غلت، فالناس برضه يعني تعبانه من الاقبال، مش زي السنه اللي فاتت ولا قبلها خالص. في هنا كم واحد مع بعضينا قلنا نفرش ونجرب، بس ده اللي جرانا احنا نفرش. السنه دي فيه تاثير عن كل سنه، وفي ناس كتير برضه يعني خافت وما جابتش بضاعه، وفي ناس اللي جاب على قده، وهو يعني في ناس برضه ما تقطعش العاده مهما كان مهما حصل، يعني حتى لو في ايه يعني في البلد. يعتبر عادات من مصر، وهي زي طبيعتها الناس مهما برضو أثرت عليها السياسة، مش أكتر إن الحال برضو ماشي، بينزلوا بيجيبوا حلاوة المولد زي ما الحال ماشي زي كل سنة. كنا ناسين مولد النبي طبعا والحاجات دي كلها، وكنا مواكبين الأحداث اللي حاصلة، بس بعد الموضوع ما حصل يعني وشمينا نفسنا الحمد لله، كل بقى الحياة رجعت بقى لطبيعتها تاني، وبنفكر في المدارس وبنفكر في الحاجات اللي علينا. دي مناسبة لازم الناس بتحتفل بيها عشان نحس حتى نخرج من اللي احنا كنا فيه. طبعا كان ناس كتير، يعني عن نفسنا احنا ما بنشتريش من هنا اساسا، بنشتري من المنطقه اللي احنا ساكنين فيها، فطبعا في تاثير جامد يعني اللي احنا ما لقيناش وجينا مخصوص ندور اللي احنا نشتري من هنا. كان الاول بنجيب كل حاجه، دلوقتي مش شايفه حاجات، بيعتبر عينات مش كل حاجه بتتجيب. احنا طبعا مولد النبي بقلبنا، لكن الحمد لله رب العالمين لما انتصرنا لازم نرجع بقى ونفرح الاولاد في البيت، وكل سنه وحضراتكم طيبين.